لاعبين اللي سالك في العقود ديالهم، كاين لاعبين اللي غادي يكونوا جداد ينتظرون عمل كبير، لكن لا خوف على الرجاء بحكم وجود الناس الرجاء يعني اجتمعوا باش يرجعوا الفريق يعني الامجد ديالو الالقاب ديالو ان شاء الله من ابتداء الموسم الجاي. شي سؤال؟ سي طول الحوال حسب الاحوال جلاله الاوطان السي شروان هنيئا لكم بنتيجه التعادل، وان كان كنا نطمحوا الرجاء اللي كنا نعرفوها دائما هي كتصنع اللعب سواء داخل القواعد او خارج ديالها، لكن على العموم يعني استطاعت انها تخرج في هذه النقطه هذه. بالنسبه للرجاء البيضاوي معروفه بان عندها واحد المدرسه اللي كنعتبروها خزان، اللي عطانا بزاف ديال اللعابه في واحد الوقت، تقريبا عشنا واحد الفتره زاهيه مع اوسكار فيلون اللي كنعتمد تقريبا على وليدات الرجاء من المدرسه. حاليا سي بوشروان الموسم القادم كما كتقولوا بانه الترسانه البشريه غادي تغير، واش كاين شي خزان في المدرسه تاع الرجاء اللي غادي يعطي الفرقه واللي غادي تعطي لهم واحد الثقه اللي يصنعوا اللعب ويصنعوا ديك التيكي تاكا ديال الرجاء اللي كنا نعرفوها دائما وافتقدناها في السنوات في هذا الموسم الاخير. صحيح الموسم المقبل ان شاء الله كما قلت يعني ينتظرنا عمل كبير. الرجاء معروف يعني بالتكوين اللي كتعطينا دائما اثنين ثلاث لاعبين كل موسم، ان شاء الله الموسم الجاي يعني نحاولوا نمزجوا بين الخبره وكذلك المواهب الصاعده، لانه صعيب باش تعطي فرصه كبيره وعدد كبير من اللاعبين الشباب في الموسم الاول، فلازم يكونوا لاعبين خبره وكذلك لاعبين شباب باش يكون مزيج اللي يعطينا يعني رجاء قوي ان شاء الله الموسم الجاي. صحيح يعني كاين مواهب اللي نتمنوا منها الخير ان شاء الله في السنه الجايه بحكم وجود فريق امل يعني عنده لاعبين موهوبين، نحاولوا ندمجوهم مع الفريق الاول باش يكونوا يعني فريق المستقبل ونوجدوا فريق اللي من هنا سنتين نحاول نلعبوا على الشامبيونز ليغ بحكم السنه الجايه ما نكونوش مشاركين فيها. اذا اخر سؤال سي رشيد الموقع وجده سيدي. السلام عليكم سي بشرى. سؤالي غادي يتعلق بالرجاء يعني الموسم ككل يعني الى غايه الان، شفنا الرجاء بدا بواحد كما نقولوا بواحد الشكل متدد مع التونسي فوزي البنزرتي، بعد ذلك يعني جا المدير الكبير اللي صراحه قام بعمل كبير، وشفنا الرجاء في يعني في افريقيا كانوا مزيانين كانوا على راس البول، وكذلك يعني كل شيء يعني ولا كيضرب لهم الف حساب، لكن كما نقولوا مرة واحدة كل شيء تغير، شنو اللي تغير في الرجاء حتى رجعت يعني من كانت من الحسن رجعت للأسوء؟ صحيح يعني كما قلت يعني تغييرات كبيرة كانت في الرجاء السنة هذه السنة هذه، خصوصا اللاعبين عدد كبير من اللاعبين اللي أول سنة عندهم في الرجاء، ماشي من السهل يعني في تجيب لاعبين أكثر من 10 لاعبين في موسم واحد ويكون هذاك التجانس، خصهم الوقت. صحيح العمل الكبير اللي قام به لا فوزي بن زرتي ولا سيرتو يعني مدير كبير اللي رجع الفريق يعني خصوصا على المستوى الافريقي، ممكن هذيك الاقصاء ضد الاهلي هو اللي اثر علينا بشكل كبير، وسيرتو الديربي اللي لعبنا وكنا نستحقوا ان ننتصروا، تعادلنا البطوله يعني صعبات شويه، لكن هذا الموسم يعني الرجاء يعني ماشي في هذاك النيفو اللي كنا كنتسناو منه، لكن هذه الكرة سنة بيضاء بالنسبة لنا، ولو مازال كأس العرش إن شاء الله نحاولوا نفوزوا به، لكن كما قلت لك أن الرجاء ما يمكنش دير نفس الموسم الموسم المقبل إن شاء الله. شكرا. نتابع اللقاء الصحفي مع الكوتش ونطلب منه باش يعطينا واحد الملخص للقاء. السلام عليكم. بون الماتش كما شفتوا كان تخي سيري، تتعرفوا لا فالور والقيمه ديال لادفيرسير كوم ميم تلعبوا قدام الرجاء، كما قلت المره اللي فاتت كان خصنا غير ما اونكيسيوش دي بوت. الرجاء تنعرفوا ليفيكتيف اللي عندهم،
كان خصنا نخدموا تاكسيكمون بزاف واخا ما كانش عندنا الوقت، خدمنا غير بالفيديو الفيديو ان دي في ديال وهذا باش مينيميزيو داك لو ريسك ديال ولا لو دونجي ديال البراند اللي يقدروا يديروا لا ديفيرونس. مالوروزمون كان جاتنا لا بليسور ديال بول اللي طرات علينا تنعرفوا القيمه ديالو في الفرطه، جات من وراء لا بليسور ديال مرشاد. كان خصنا نتادابطاو ونديروا دي شونجمون وما نغلطوش في وقت قصير. الحمد لله دخلنا سوان اللي ما عمرو لعب اتاكون، ولكن في ديك لا فيتيس اللي عنده الفيزيك اللي عنده اختارينا باش نحطو اتاكون. الحمد لله تاكتيك مو كنا واقفين مزيان، تتشوفوا الراجا جاتهم اوكازيون وحده ولا دو، كان الماتش اكيليبري الحمد لله. راضيين على نقطه ان تبقى نقطه ضد الراجا، صراحه راضيين عليها. مشي واحد في الوقت انا صح تلاحظ بان بقات لنا جوج ديال الدورات خدنا في العد العكسي، واش كتشوف استاذ بان الفريق المولوديه اللي كانوا يبقى في القسم الاول ثانيا بالنسبه للكل قلتوا باللي اثر عليكم، لاحظنا بان ما كاينش راس حربه من غير الكره، واش هذا ما يفكرش ما يخليكمش تفكروا ان المستقبل باش شوف بالنسبه للفريق المولوديه بيان سور حنا الحمد لله دابا كما قلت الماتش ديال جديده عاوننا، نقطه مع الرجاء تتبقى حتى هي ايجابيه ان شاء الله. حنا مازال خدامين وديما تنقول هذا الميساج حتى للجوار ولي ديريجون، مازال ما صوبيناش غنبقاو خدامين واخا كاين الضيق ديال الوقت في الدورات الاخرى واللي اثر علينا بزاف، وشفتوا لي بليسيغ هو الطريق، انا تنضربوا الطريق بزاف البروغرام تيخرج شويه بعض المرات معطل وما تلقاوش الطياره كيف تنكونوا اوبليجي باش غنمشيو في الطريق. يلا تتخدم على لا ريكوبيراسيون داكشي، ولكن شوف البروغراماسيون علينا كاملين على كلشي كيف خصنا نتادابطاو. بول بالعكس كاين عندنا بزاف ديال الجوغ اللي يقدروا يلعبوا في كوم دي زاتاكون، هما دي زيل ويقدروا يلعبوا دي زاتاكون، وعندنا اتاكون دو بوينت اللي هو الرادي الرادي اللي واحد الوليد جون وان تري بون اتاكون، وغادي تعطى الفرصه ديالو. مالوغوزمون اليوم ما كانش معنا، كنا غنقدروا نحتاجوه كون كان معنا، ولكن عندنا الرادي بروجي ديال ان اتاكون اللي جاي ان شاء الله للمولود. عندنا بزاف لاحظت الا ممكن باختصار سي طارق راديو مدينة الثاني عمر مشهي. مساء الخير، اولا قبلتي التحدي وكنتي يعني غيرتي مجموعه من الاشياء بالرغم من انه يعني كما كيقولوا قطع الغيار، كاينش قطع الغيار، دفعتي مجموعه من اللاعبين باش تتم الاخراج ديال الكره من الدفاع الوسط الهجوم، باش يمكن انك تخلق مجموعه من الفرص وتخلي الرجاء انها تبقى في المناطق ديالها. عمر الشقي انا ما كنرميش عليك الورود، ولكن انت اطار شاب، نتمنى لك التوفيق في المستقبل ان شاء الله. خديتي المهمه صعبه ما كانتش سهله، دخلتي على الفريق اللاعبين ما كتعرفهمش. انا عندي سؤال، علاش هذا السؤال؟ لان الندوه مخصصه للقاء، ولكن قله التواصل يعني ندوات صحفيه مجموعه من الاشياء اللي تخلينا اننا نكونوا معك اون كونتاكت العام كامل. غادي نقول عمر نشحي الى ضمن الفريق البقاء، واش عمر نشحي مستعد انه يبقى مع الفريق؟ ثانيا القراءه ديالك اليوم النتائج ما عندكش نعطيها لك؟ عندي القراءه ديالك اليوم النتائج مجموعه ديال التواصلات كيفاش غادي تجيري ما تبقى، وخاصه الجانب الذهني لا كارير ديالي ديما بحال هكا تندخل على شي حاجه ما عنديش مشكل. ملي دخلت على هذه الفرقه كشفت ليفيكتيف اللي عندهم وثقت في الدراري، ومن من من السيمانه الاولى ثقنا في بعضياتنا، واخا كانوا دوزنا شي ظروف صعيبه وهذا، ولكن كنا دائما اونسون ديما عائله، ديما واحد تيهز الاخر. سكيفي التحدي ما بالعكس، انا ما درت الا الخدمه ديالي، ماشي ما درتش شي حاجه اللي اكثر من الخدمه ديالي، وتنشكر هاد الوليدات اللي تما تقاتلوا معايا، والجمهور حتى هو اللي تيعاوننا هنا وعلى الاكستيريور. بالنسبه ل هاد لي دو ماتش خلينا 4 بوان سي ديجا بعدا تات كومان الماتش ديال الجديده كان مهم بزاف، خلينا 3 بوان ودابا نقطه مع الرجاء.
يعني حسابيا باقي ما ضمناش البقاء، وتتعرف الكره ما فيهاش ثقه. الدراري عارفين هادشي، دابا غادي نحاولوا نجيبوا غير الكوتي المونطال ديال الدراري. كما تنقول لكم تيكون عندك الدراري ولا الناس ورجاله وغادي معاك وتيثقوا فيك وتثق فيهم، ما غاديش نخافوا ان شاء الله. في حال ضمان البقاء واش كاين استمرار في العمر شي بحال الفريق؟ دابا شوف مركزين على البقاء. وشوف هذا بالعكس الدرب المولودية ديما قلتها من النهار الاول، شرف والله الا شرف زعما لاي واحد باش يدير فرقه كبيره وبحال هذه. وكما سولتيني على الظروف الماديه، قلت في المره اللي فاتت ان يعني الناس مسؤولين وصفت الرئيس صراحه داروا مجهود كبير، يعني داروا في مؤخرا مجهود كبير لا مادي ولا معنوي، اللي راه شفنا النتيجه ديالو وشفنا اثر على اللاعبين ايجابا. سيادتنا جريدة الشعب. شكرا. السؤال ديالي الجمهور كيسول على قيبور شنو وقع مع المولودية. ثانيا هو جوي ميو اليكستيريور كوجدة، علاش؟ واش عندك شي ضغط؟ وكيفاش غاتجيري لي بليسير؟ اليوم لعبنا مزيان. أول مرة في وجدة. لا بالعكس، شوف هذا الشيء كان تيتقال شحال هذه، ولكن حيدناه من الماتش ديال اكادير فاش ربحنا هنا وربحنا الماتش هنايا. كيف لا بالعكس، كانت في الاول هاد الهضره هادي ما تلعبوش مزيان هنا، تلعبوا مزيان على الاكستيريور. مي بالعكس حتى اليوم داروا ماتش تاكتيكمون مزيان، كانوا الدراري مزيانين. بالنسبه لقيبوع كان معنا، اختار باش عنده ظروف ديالو باش يمشي للجزائر. تنتمنى تحل الظروف الشخصيه ديالو ورجع مع الفرقه، انه تا هو تيبقى لاعب مهم ويقدر يعاون الفرقه. صراحة في هذه الفترة اللي الفريق انه كيلعب باش شي صوفي، وكيف قلتوا انه مازال ما ضمنش الباقة، ما غاديش نتحدث يعني على هذا المباراة، ولكن غادي نرجع انه الدور ديالكم الكروش في الحفاظ على المورال ديال الفريق. الجانب النفسي اللي هو يعني ضروري في الفريق، ولكن شفنا بعض التشنجات خصوصا في الماتش اللي قبل. عدسة الكاميرا شدت امام زوج اللعابة ديال نفس الفريق ديال المولودية بلا ما نذكروا الاسماء، واخا راهم بانوا كاع في الكاميرا. وهذا زعما شنو هاد يعني هاد المشكل اللي وقع، شنو ممكن شوف غير كما قلت لك، حنا اللعابه ولا الستاف ولا هذا، حنا بحال العائله. واحد تيهز لاخر، هذا هو قلت لك، هذا هو السكري ديالنا. حتى الظروف اللي كانت عندنا صعيبه كنا تنجيريوها، تنعاونوا بعضياتنا وكل شيء. انا ما صراحه ما شفتش، غير سمعت. ولكن هادشي راه تيوقع في كاع فراقي، غير كاين اللي تتصور كاين اللي ما كتصور. انا ما شفتش حتى شي حاجه صراحه. انا ملي دخلت البيستير لقيت الدراري ناشطين، كلشي فرحان. كيف ما بقاوش قلبوا غير على ديك الحاجه اللي فهمتي، ديك الحاجه النيجاتيف. صافي ربحنا، دينا 3 بوان الحمد لله، هذا هو لو بليز امبورط. اما هادشي راه تيوقع في اي فرقه، يعني كما تنقولوا تيقولوا ملاسنات هي، ولكن كانت اكبر من الملاسنات. هذا علاش؟ لا اللي سمعت غير هضره ما بين الدراري، تيوقع سوء تفاهم وهادشي. بالعكس هادشي ما نكبروش، وعافاكم زعما هادشي ماشي على المولوديه، حتى على الفرق الاخرين. ما نبقاوش نبقاو غير ديك الحاجه اللي خايبه هي اللي غادي نتقال. بالعكس كاين حوايج بزاف زوينين، كاين بزاف الحوايج بوزيتيف. شي تيوقع في الفراقي والدراري خوت، ما كاين حتى شي حاجه. باختصار باقي الناس كاع على السلام عليكم. طبعا الحال نهنئكم على المباراتين مع يعني ديال الجديده وديال اليوم ديال الرجاء. مباراه الجديده ما اثر انتباهي هي مجموعه من التغييرات اللي كانت يعني طرح بصراحه يعني كانت يعني فوق الطاقه ديالها. شفنا قادرين يعني هذه مده هو كيلعب معكم، يعني رغم انه ظهير ايسر كيلعب يعني ديفونسور، كذلك غياب مراح يعني تحتم عليكم.